عشان الريحة. ابعد يا سيد، ابعد يا سيد. أقعت البنطلون وهعلم لك على ظهرك. المهم بيراميدز هيقابلنا في النهائي بإذن الله رسميا يا شباب. الزمالك خرج ولم يعد من كاس مصر، الزمالك ما وصلش لقاعدة ان هو يكسب 3 كاس ورا بعض، وبإذن الله مش هيوصل ان ياخد دوري 3 مرات ورا بعض. مليون مبروك يا أهلاوية للحق. انا الوحيد اللي قلت يوم 27 ديسمبر وقبل 27 ديسمبر ويوم 28 ديسمبر وليلة رأس السنة في ديسمبر 22 سنة 23 خير على الأهلاوية وخير على مصر. ها وصدقتوني يا شباب من سنة 23، هل تعلم عزيز المشاهد عزيزتنا المشاهدة أن الزمالك لم يفز بأي مباراة سنة 23؟ تكلم يا ابن الشعب، تكلم يا ابن الشعب، ربنا عالم الضمير. الشباب كل سنه طيبين ومنورين الدنيا. عايزين نساعد بعض يا جماعه، لو حد عنده صاحب معاه فان اي دي وعايز يحضر الماتش قول له تذكرتك هتبقى موجوده، بس المهم كلنا نجيب تيشيرتات زرقاء زي ما قلت لكم، وربنا كرم نكون لابسين تيشيرت الزمالك تحت التيشيرت الازرق. ربنا كرمنا والماتش فاز بيراميدز، نم ايه خلعين التيشيرتات وزهرانين ونظهر بتيشيرت الزمالك، بس ننسى بعض اللي قدامه حد يجيبه. الإمام مسخرة مكسور، الوظيفة شيطان رجيم، تاريخ الميلاد من ذبيات الشرف الخليقة، الحالة الاجتماعية مضطرب نفسيا، المراحل التعليمية مدرسة العفاريت الابتدائية فرع جهنم، مدرسة الشياطين الثانوية، مؤهل الجامعي خريج كلية الشرارة قسم فساد وكراهية، التقدير شرير جدا مع مرتبة القرف، الخبرات السابقة معروف في جميع سجون مصر الداخلية والخارجية، العنوان محافظة الكراهية شارع الظلم متفرع من شارع الألفاظ البذيئة أبراج الحقودي الدولي. أنا في فيلم حلو قوي بتفرج عليه لنجمنا الجميل إكرامي اسمه رجل فقد عقله، ده فيلم حلو. لا رجل، لا مش حلو. بقالي سنة راجل بقول لك الناس في حالة اشتياق عشان تشوف السي دي. لماذا تم اعتقالك ايام اللواء زكي بدر وزير الداخليه الاسبق؟ يا اخي ده انت اتكلمت عن الناس كلها ان هم مرتشين وحراميه وشواذ ونصابين، وانت الوحيد الذي دخل السجن بدل المره 3 مرات. هو في انه يدفن؟ النهارده انا قريت حاجه على صفحه مجلس الوزراء ان دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيتدخل عشان يحل ازمه الدواجن. مع احترامنا الكامل لازمه الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ نادي الزمالك بابطاله بنجومه بلاعيبه بمجلس ادارته ما يستحقش نظره زي النظره اللي الدوله وقفتها مع الفراخ عشان تحل ازمه الفراخ؟ نادي الزمالك هو مفرخه للمنتخبات المصريه. تكلم يا ابن الشعب، تكلم يا ابن الشعب، ربنا عارف ان ضميرك. رجع له درع وسيف وامن وامان في كل حاجه داخل النادي، والانضباط يرجع تاني من امبارح. في ثوابت ما نقدرش نخرج عنها اكيد. الزمالك بدون مرتضى منصور لا شيء. الزمالك بدون مرتضى منصور هينزل، هيركب الزحليقه وينزل تحت. نعم. شويه العيال اللي بتطلع او الاشخاص اللي هم دون مستوى الرد، يعني ما اقدرش احط واحد منهم قدام عينيا وارد عليه لانهم تحت مستوى اطلاق النار، اللي طلعوا في غياب المستشار مرتضى منصور زي الفيران اللي بتخرج من جحورها عشان تهاجم وتعمل بيانات، ومصر ام العالم. نعم. وام الدنيا. نعم. بلد ديمقراطيه، مفيش رئيس منتخب يقدر حد يزحزحه من مكانه، واخد بالك؟ احنا بلد قانون يا نعم. بلد مؤسسات. نعم. النهارده وجود مرتضى منصور هو الامان، الامان لنادي الزمالك. ابعد عشان الريحه، ابعد عشان الريحه. ابعد يا سيد، ابعد يا سيد. كان في حكم لا داعي لاسمه. اه. واحنا في الزمالك. اه. هو كان زملكاوي. اه. كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقف 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، اقعد تعالى تتكلم، اقف والله اقف. آه. تقف يقول لك ايه خش ال 18 يجي نفسك. بتقول ايه؟ خدت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء، كل ضربات الجزاء من سنه 80 لغايه سنه 84 85. آه. كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده، ما فيهمش ولا واحده. جميله يا كابتن فاروق.
ولا واحدة سليمة، لا واحدة ولا واحدة ضربة جزاء. خمس سنين بتشيل المدافعين. يا دي الفضيحة أم جلادل، يا دي الدل سم حنان، ده عالم صايع يابا. إلى اللقاء يا شباب، ادعمونا لو سمحتم، شاركونا وهتلاقوا مفاجآت جميلة جدا جدا في القناة، وهنفرجكم على كل دول العالم، على الجبال، على الطرق، على كل شيء. أتمنى لكم يوم سعيد بإذن الله تعالى، والقادم أفضل بإذن الله. ادعوا ربنا، ربنا يحمي مصر، ربنا يحمي ولادكم، وربنا يبارك فيكم ويشفي كل مريض ويرحم كل من توفاه الله. وبإذن الله تعالى إلى لقاء قريب. هو الزمالك هيروح مننا فين؟ إن شاء الله الماتش الجاي هلبه.